انا عايزه الطفل يوصل لوجبه كامله، 3 وجبات كاملين في التاسع، خلاص. فانا هدخل وجبه الفطار، بعد شويه مثلا ب10 ايام ادخل العشاء، بعد شويه مثلا يبقى عندي اختيارات كتيره، اقدر ادخل بعدها باسبوع اسبوعين ادخل الغداء، وافضل مكمله ان الوجبه نفسها محتواها يزيد، عدد المعالق بيزيد. انت قول ان الوجبه اللي بتدخل للطفل وجبه كامله، لما الطفل يبقى بياخد نص كوبايه، يعني ايه نص كوبايه؟ يعني 120 مللي. طب بالبلدي كده نحسبها قد ايه؟ 4 معالق كبار. دي الوجبه الكامله المظبوطه اللي انا عايزاها للطفل. وقتها بس حضرتك هتدخلي الميه. الامهات بتدخل الميه من اول يوم مع الاكل، وده مش صح. ليه؟ لانه الميه عمرها ما هتكون مفيده زي كوبايه اللبن اللي بيرضعها. كوبايه اللبن فيها الميه بس، زياده على الميه فيه قيمه غذائيه عاليه جدا. فانا مش عايزه الميه تدخل من بدري قوي، انا عاوزه الميه تدخل لما الطفل يبقى بياخد وجبه كامله، يعني على الاقل بياكل 2 3 معالق كبار في الوجبه، ساعتها هيعطش. طيب ادي ميه قد ايه لما الطفل ياخد وجبه كامله؟ تدي ميه من ربع لنص كوبايه، معاكي لغايه كوبايه في الحر قوي لما الطفل يتم سنه. انما في الاول احنا بندي ربع كوبايه، لان انت لو شبعتيه ميه مش هياكل بقى ومش هياخد اللبن، تمام. الميه يفضل تديها بالسيبي كاب او بالكوبايه المخصوص، مش بالسرنجه، لانه لازم يتعلم يمص عشان ياخد الميه، والميه بتاخد وقت على ما الطفل يتعود عليها. يعني اول يوم مش هيرضى يشرب ميه، بس مره في مره في مره هيبتدي يتعود ان هو ايه يشرب بالميه. طيب السؤال اللي بعد كده، هجهز الاكل ازاي؟ الاكل هيتجهز طبعا لازم الحله تكون ستانلس، اوكي، يعني ده افضل حاجه. لو عندك حاجه تانية بتطبخي بيها اوكي، بس بلاش الالومنيوم، عشان الالومنيوم نفسه بيليك بيطلع ماده الالومنيوم. الماده دي خطر على الاطفال، وكتير منها ممكن بعد الشر يبقى سام. فانا مش عايزه الومنيوم، انا عايزه ستانلس. احسن حاجه تطبخي بيها الاكل لو هو خضار ولازم يتسوى، ان هو يتسوى على البخار. هتعملي ايه؟ هتجيبي حلتين عادي من اللي عندك في البيت، حله عادي ومصفاه من اللي هي بتركب عليها، تحطي تحت الميه وتحطي معاها مثلا معاها اعشاب، روزماري، ليمون، حاجه تدي طعم للميه، بس تكون متجربه يعني. وتحطي عليها الاكل، هتقطعيه وتقشريه، تقطعيه مكعبات صغيره عشان تنجزي وقتك، وتسيبيه على البخار. وطبعا هتحطي غطا، يعني بتحطي غطا فوق المصفه عشان البخار يوصل اسرع والاكل يستوي اسرع. ده بالنسبه للخضار. بالنسبه للفاكهه، في الاول اي فاكهه ناشفه برضو بيتعمل فيها نفس القصه دي، بندخلها على البخار. لو ما قدرناش بنسلق او بندخل الفرن، بس هو احسن حاجه على البخار. لو انت عندك فاكهه طريه ما تدخليهاش النار اصلا، اهرسيها على طول بالشوكه، زي مثلا موز، مثلا فراوله، مثلا افوكادو، ممكن يطلع الجوافه، المشمش، طلعي بس القشره وفضي اللي فيها بالمعلقه واهرسيه كويس وديه للبيبي عادي، لان الميه بتقلل كتير من القيمه الغذائيه والفيتامينات اللي بتبقى موجوده فين؟ في الاكله. طيب ده بالنسبه للتحضير. بالنسبه للاكل، المعالق والاطباق اللي بتستخدميها، يفضل البلاستيك اللي بتستخدميه يبقى بي بي اي فري، مكتوب عليه كده بي بي اي فري، ده افضل بلاستيك تستخدميه للاطفال. مش عايزه تستخدمي كل الحاجات ومش عايزه تغلي الدنيا على نفسك، لو الامكانيات ما تسمحش اطباق ستانلس من عندك في البيت، الطبق الازاز، الطبق الصيني، وبس المهم الطفل ما يمسكوش. وقت الاكل، حدي الاكل للطفل ازاي؟ في مدرستين. المدرسه الاولى بتقول قعدي الطفل واكليه بالمعلقه. اول حاجه هتحطي على الشفه بس المعلقه، يعني احنا بنجيب المعلقه ونحط على شفايفه كده بس، بيستطعم، عجبته بيفتح بقه، ما عجبتوش بيبص لك الناحيه الثانيه كده. هو في الاول ما بيبقاش فاهم ده ايه، ما بيبقاش عارف ان المفروض يفتح لك بقه تاني. فانت بتجربي، بعد اول 10 ايام بتلاقيه بدا يستوعب، جعان هتلاقيه بياخد معلقه واثنين وثلاثه، واول ما يشبع هيروح الناحيه الثانيه وتلاقيه مش عايز ياكل، او تلاقيه ما بيزمزق بقى كل ما تيجي تقربي المعلقه من بقه. سيبيه، ما تضغطيش عليه، وما تجبريش الطفل ان هو ياكل، او تفتحي بقه كده وتقومي دافسه المعلقه. ده اول طريق ان العيال تكره الاكل. المدرسة التانية اللي هي صحية اكتر وافضل، البيبي لاد وينينج. يعني ايه بيبي لاد وينينج؟ يعني حضرتك هتجيبي بقى مثلا في بافيتات مشمع كده موجودة، او بافيت عادية، لو عندك هاي تشير يعني كرسي اكل، هتقعدي الطفل على كرسي الاكل، هيلبس بقى الحلوة دي خلاص ويقعد، تحطي له على الترابيزة الاكل والمعلقة،
مهروس طبعا بقوام والمعلقه، هو طبعا ولا هيمسك المعلقه ولا حاجه، ممكن تحطي الاكل على المعلقه هتلاقيه بيمسكه كده ويقعد يلعب ويجيب على وشه ويجيب علينا ويقعد ايه يلحس شويه فيتعرف على الاكل ويتعلم هو بنفسه فيتشجع ما يبقاش فيه عند، او تحطي له الاكل متفرفت كده على الطبق وهو يبتدي ايه يفعص وياكل. اللي لو ما عندكيش هاي تشير ممكن تفرشي مشمع او حاجه وتقعدي الطفل ويعمل ده. غالبا يعني كأم بقول لكم ان بعد ما انت هتعملي البيبي لاد ويننج ده في الاخر هتحتاجي انت تكملي شويه بالمعلقه، لانه مهما عك واكل ما بيقدرش ياخد كل احتياجاته، ومش دايما بيحافظوا على البيت وعليكي والكرسي مش هتقدري تغسليه كل يوم يعني حرام، فانت وظروفك على حسب استيعاب البيبي عندك. طيب السؤال الاخير، اه طبعا الممنوعات مبدئيا ملح سكر عسل ابيض لبن بقري او جاموسي كل ده ممنوع قبل السنه، هعمل لك فيديو يعني مخصوص لتسع حاجات ممنوعه هينزل يوم الاثنين وهتلاقوه في الاند سكرين اول ما ينزل. اند سكرين اللي هي اخر فيديو بيخلص في بيبان في اخر الفيديو. تسع حاجات ممنوعه للاطفال عامه وبالذات للاطفال اللي سنهم صغير. اخر حاجه بقى ترتيب الاكل، واسفه طولت عليكم، هتبتدي بايه؟ انا عندي مجموعات كتير قوي من الاكل، عندي خضار وفاكهه وحبوب كامله نشويات ودهون وبروتين وبقول، انا نفسي كل ده الطفل يدخله.